شكوى تقدم بها أحد مربي الماشية بمنطقة تيغريزين التابعة لبلدية بئر الفضة ولاية المسيلة مفادها تعرض ماشيته إلى السرقة. مباشرة تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة الخاص بسرقة المواشي، أين تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الملح في ظرف قياسي من استرجاع 34 رأس غنم من أصل 42 رأس غنم مسروقة، مع توقيف شخصين متورطين في عملية السرقة واسترجاع مبلغ مالي يقدر ب 130 مليون سنتيم من عائدات بيع المواشي المسروقة وحجز وسيلة النقل المستعملة في عملية السرقة. وجهت للمتورطين تهمة جناية السرقة بالتعدد ليلا مع استحضار مركبة، وسيتم تقديمهم إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح. 42 رأس، وجا نهار يوم الجمعة جاني باش يشوف وين، قال وين سكر في الزريبة تاع الغنم وقيدها وجا سرق. وأنا بلغت مصالح الدرك الوطني وقاموا بالمجهودات، الحمد لله استرجعوا الغنم تاعي بالمجهودات تاعهم، والسراق يستغلوا فرصة الشتاء. بصح مصالح الدرك الوطني راها بالمرصاد والحمد لله.